سنين في القطاع الريفي، كنا كانوا قالوا لنا سنتين بالظبط، وكل سنه يوعدونا بوعود، وادينا احنا لحد هناك دلوقتي ومش عارفين لحد امتى هنفضل هناك. اللي ليه واسطه ومحسوبيه داخل مديريه الطيران بينزل، لكن احنا بقى احنا كنا اوائل دفعات وجيد جدا، رمونا في الجناين ومن ساعتها ما نزلناش. رميلنا جوه الجبل، نمشي 2 كيلو جوه الجبل، طريق صعب جدا مليان بالمخاطر، حتى لما تكون واحده فينا تعبانه، انا حامل وفي الشهور الاولانيه يقولوا لي عادي تمشي 2 كيلو جوه الجبل، اروح التامين الصحي تقول لي لا تكوني سقطت 3 مرات علشان اسمح لك ترجعي. اتفضلي يا فندم. عايزين نتطلب من مدرسين اللغه الانجليزيه، هم بيقعدوا سنتين وبينزلوا، والحاسب الالي بيقعد سنه وبينزل، التوجيه محترم بياخد حقهم، لكن احنا توجيه الدراسات والعلوم والعربي والرياضه زي ما هم عايزين. الناس اللي خسروا وغيرها ليه نتبهدل كده؟ وابسط كلمه اتقالت لنا لما يبقى لكم واسطه قوموا انزلوا. احنا عشان ما لناش واسطه عايزين تعملوا ايه؟ استاذ احمد عرابي مدير المديريه حضرتك طردنا وقال لنا اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. طردنا من مكتبه جوه عشان ايه؟ نتسرق. عشان قلنا كلمه حق، قلنا له دور على الناس. بالرغم ان منزل واحده ثانيه، فين الدولار؟ منزل واحده ثانيه بواسطه عشان قريبته او معرفته. طب ليه؟ اتكلموا اتكلموا يا راجل، ما جبتيش عيني كده. ما انا بقالي 5 سنين على فكره، يعني احنا تعبنا بقالنا 5 سنين، انا مش عارفه افضل اروح لغايه امتى هناك، لغايه ما نموت ولا لغايه امتى؟ احنا كابتن كده الناس معينه، احنا كابتن كده الناس اللي لها وسايط. لا انا مش هبقى كل حاجه وسط. احنا كده كبش فدا الناس محطوطه المصالح. الاعتصام لحد امتى؟ لغايه ما يرجعونا مدارس. بص حضرتك، بص حوالي 200 انتوا ولا كام؟ احنا اكتر من كده لغايه ما نرجع. بس هتروحوا تمارسوا شغلكم عادي؟ هنمارس لا في المديريه دي اللي احنا خدعينها شغلنا. لكن مش هتروحوا هناك؟ لا مش هنروح هناك، احنا خلصنا الوطن هنا شغلنا اهو. احنا مش مدربين عندك، احنا مش مدربين، احنا مع الحكومه، احنا مش مدربين، احنا شغلنا هنا واحنا جايين عشان نشتغل، لكن ما قداش ربنا ان احنا نترمي وسط الجبل. بس صور الورق، صور الورق اللي هي بتاعت ايه بقى؟ كل عيل بينزل في 7 شهور بسبب المواصلات وبسبب الرجه وبسبب الحركه، ما حدش اصلا بينزلش.